قال تعالى في سورة الأنعام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. هنا نجد أن من نعم الله تعالى علينا أنه كتب على نفسه الرحمة رأفة بنا، ولكننا نجد في سورة إبراهيم أنه تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء عند قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ونحن نعلم أن الإضلال هو خلاف الرحمة، أليس هذا تناقضا؟ ما الفرق بين استخدام الجمع اهبطوا في قوله تعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، واستخدام المثنى اهبطا في الآية قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو؟ في سورة البقرة كان الخطاب لآدم وزوجه، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وفعل اهبطوا هنا المقصود به آدم وحواء وإبليس. أما في سورة طه فقد كان الخطاب لآدم، وقد بدأ بقوله تعالى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، واستمر الخطاب لآدم لا تظمأ فوسوس إليه فتشقى وعصى آدم ربه فغوى. فكان الكلام في طه اهبطا يقصد به آدم وإبليس، أما حواء فهي تابعة لآدم عليه السلام. هذا والله تعالى أعلم. نعود لسؤالنا الأول، كيف كتب الله تعالى على نفسه الرحمة وهو في آية أخرى يقول أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء عند قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم؟ فالمقصود أنه لما كانت مهمة الرسول البيان فلا بد أن يخاطب قومه بلسانهم، ولم يخرج عن هذه القاعدة إلا الأنبياء أولو العزم، لأنهم أرسلوا إلى أكثر من أمة والنبي محمد صلى الله عليه وآله منهم. فإذا أتم عملية تبليغ الرسالة وأكمل بيان الشريعة فقد أدى صلى الله عليه وآله ما عليه، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأما ما وراء ذلك من الهداية والضلال فراجع إلى الله سبحانه لا يشاركه فيه أحد، ولكن إشاءة الله لا تتعلق بالهداية والضلال جزافا ومن دون سبب، بل لها ضوابط ثابتة. فمن اتبع الحق ولم يعانده هداه الله، ومن جحد الحق وعانده واتبع هواه أضله الله، فهو إضلال لمن ضل من الناس وهدى لمن اهتدى منهم بمشيئة الله تعالى وبإذنه. إذن فالخطوة الأولى تبدأ من قبل العباد وبكامل اختيارهم وحريتهم في السير إلى الله تعالى، ثم يشع نور الهداية في قلوبهم. وقد أشارت العديد من الآيات القرآنية لهذا المبدأ كقوله تعالى كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، وقوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، أو في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالإسراف والفسق والظلم كلها أسباب مؤدية إلى الضلال، وهي من أفعال العباد بلا ريب. فالله تعالى كتب على نفسه الرحمة بعباده، فكان عليه أن يسير بهم إلى التكامل، مثلما رعى النطفة الصغيرة إلى أن صارت إنسانا مدركا، ومثلما رعى البذرة إلى أن صارت شجرة مثمرة. ونتيجة التكامل المنشود فوز في الآخرة وسعادة أبدية. لكن بعض العباد يخرج من إطار رحمة الله ويدخل في حيز نقمته باختياره وإرادته وبإصراره وعناده. هذا توضيح لما يراه الناس أنه تناقض بين الآيتين المذكورتين، والله تعالى أعلم. وسيق الذين اتقوا
سلام.